يسعد مساكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد. يسعدنا لهذا الأسبوع استضافة سيدة الأعمال نعيمة السحابي. بداية نعيمة أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، نورتوني وشرفتوني. شرفنا بحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا نحكي شوي بعيدا عن الألقاب، نعيمة السحابي مين هي؟ والله نعيمة الزعابي إنسانة عادية، مواطنة، بنت نفسها هي لله الحمد. يعني الحمد لله. الحمد لله. كيف بلشت؟ من الصفر والحمد لله. يعني بعد ما خلصت دراسة في الثانوية حبيت أني أكمل في الجامعة. بالتجميل ولا بأي تخصص ثاني؟ والله أنا بديت يعني قولي ببداية بالرسم. أوكي، عصب شيء هاللي خلاني أفتح مجال الصالون، لانه الاثنين فيهم الفن. هي فقولي كنا نرسم، يعني لما فتحت الصالون مبدئيا ما كان متكامل، بس كان قسم الحنة، يعني هو اصلا حنة رسم، بس رسم بنفس فلورنسا ولا كان صالون فلورنسا بس متخصص في الحنة. يعني قولي سنه من 2002 قعدت سنتين، ثلاث سنوات، بعدين توسعت لين اربع ثمان بيبان ما شاء الله، وبديت افتح فرع اكثر من فلورنسا، ولله الحمد. طبعا فلورنسا يعني كبرت، لين ما كبرت مجالي رحت لقسم القرطاسيه، فتحت مشروع القرطاسيه، فتحت المحل الورد، فتحت محل البوتيك باسم كله فلورنسا على اساس اني احتفظ بهالاسم. مجموعه فلورنسا عباره عن مجموعه. فطبعا لله الحمد، طبعا كانوا كل واحد مكان متفاصل يعني بعيد عن الثاني، لين ما فكرت افتح هذا مركز فلورنسا. مركز فلورنسا هو للتجميل، يحتوي كل المجموعه الخارجيه تدخل الداخليه. جميل. يعني المركز نفسه للحنة نفسه، للكافية نفسه، للمحل العبايات نفسه، محل البوتيك نفسه، مش بس سنتر، لا للتجميل للميك اب والشعر والحنة والاظافر، خليتك برضه بوتيك. ايوه دخلت في التجميل والبوتيك، دخلت عنصر محل الورد على اساس انه يخدم اصلا الزبونه لما تدخل او عروسه تحس ان الورد يكملها. دخلت مجال الازياء والعبايات، فكره جديده يمكن شوي انه مش مستهلك كثير، خلينا نحكي معنا نحكي جديده. أيوة. انه انا يكون عندي سنتر وشامل للمراه بشكل كامل، مش بس في شعرها، في صح، في بشرتها، لا هو عم تهتمي بلبسها، بالميك اب تبعها، بشعرها، حتى بالورد يمكن اللي هو جزء. أيوة. انه احنا هذا الورد شيء خاص بالمرأة. صح. تعرفين انا لما كنت فاتحه من 2002 قولي الحين 10 سنوات تعلمت شو المراه تحتاجه. لما تدخل الزبونه في المركز يكون مثلا محتاجه ورد، محتاجه مكياج، محتاجه كوفي، محتاجه تشرب، محتاجه عبايه، فانا خليت الحرمه اصلا ما تروح مكان ثاني، فهي يا الصالون تشوف كل شيء متكامل، فحسيت شو النقاط او شو الاشياء الناقصه عشان انا اكملها، ولله الحمد. يعني طبعا انتم جاييني اول يوم افتتاح مركز فلورنسا ونورتوني صراحه، وفرصه انكم انتم اصلا تخبرون الناس الاجواء اللي موجوده. ما شاء الله، يعني احنا من دون ما نحكي احنا هلا راح نشوف كاميرتنا ان شاء الله تكون بانحاء. تشرفوني والله، وعن جد يعني اللي احنا شفناه يمكن الحكي ما بوصفه. الحمد لله، شكرا والله، نتمنى لك عليه التوفيق ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. قبل ما ننهي حلقتنا احنا بدنا نحكي عن فلورنسا اليوم. اليوم بدنا نحكي عنها اكثر من انه هي، احنا حكينا انه هي بتقدم شو الخدمات اللي بتقدمها. أيوة. لكن بدنا الشيء برضه اللي بتتميز فيه، شو راح يكون لها بالمستقبل دور، شو عم تعطي اليوم؟ والله فلورنسا ان شاء الله بتعطي الكل، مدام انه هو طلع ولله الحمد متكامل، يعني ينفع المراه في التجميل نفسه. عندي كل الخدمات، ما في خدمه تحسينها مش موجوده في الصالون. الدليل يعني خدمه هذا الاستشوار والحنه، هاي الخدمات كلها موجوده، فانا ضفت اشياء، هو الازياء والورد والكافي، الاضافات على اساس اني اشوف يعني شو اللي كان ناقص، حاولت اكمله يعني والكمال لله. فان شاء الله يعني هي بتشوفون المحل ان شاء الله. فلورنسا اليوم حتضل على نفس هذا الشيء ولا في لسه بالمستقبل؟ لا ان شاء الله، ما دام اني بديت وانا صغيره بحاول اكبر واكبر، يعني فاتمنى اني انا فتحت مركز ابى افتح فكذا مركز ان شاء الله، ويكون على مستوى راقي اكثر من كذا ان شاء الله. ان شاء الله بعد فتره نيجي نلاقيك ان شاء الله، مش بس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، اتمنى هالشيء. نتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم ان شاء الله. يا ربي تسلمي. اليوم يمكن الشيء اللي ساعدنا على تحقيق احلامنا وتطورنا وانه احنا اليوم نوصل لهالمراحل من دون اي خوف، اللي هي دوله الامارات، امنها وامانها. اي والله صح. قد ساعدتك هالبلد؟
وايد ساعدتني. يعني في ناس تحس ان في لما تفتح اي مشروع في مواجهات في تحديات، ناس تتناقض مع الدوائر الحكومية وناس تتفق مع الدوائر الحكومية. انا في نظري ان في الاخير يعني الدولة او حكومتنا بالذات اصلا تشجع تمكين المرأة وتشجع اصلا التجارة للمرأة، بس هي المشكلة يعني الدولة اعطت المرأة اعطتها كامل يعني ما في اي ما في حقوق يعني صحيح. بس اهم من هذا كله انه يكون التجارة اصلا اختار نوع التجارة الجودة واصبر على التجارة، ما اكون متسعيرة في الامور. يعني احنا نتمنى ان شاء الله للامارات كلها تضلها بهالتطور بهالازدهار ان شاء الله، تضلها تعطي المراه اكثر واكثر اكثر يا رب. ان شاء الله عملنا أهم يوم شيء. المراه اصلا الحمد لله اهم شيء اهم شيء. طيب اكيد احنا من خلال حديثنا عن دوله الامارات يعني شغله ما لازم ننساها نهائيا مرتبطه ارتباط وثيق بدوله الامارات، اللي هم الشيوخ وحكام الامارات الله يحفظهم ان شاء الله، الدور الكبير والفضل أكيد. الكبير بعد رب العالمين اكيد نوجه لهم رساله شكر على البرنامج. والله كلمه شكر كلمه قليله عليهم، أنا أشكرهم. يكفي الأمان اللي موجود، يكفي الدعم للمرأة، يكفي وجودنا. صاروا يحتفلون بيوم الإماراتية واليوم المرأة العالمية ويوم كل شيء كله للمرأة، فأوجه لكل شيوخنا الله يحفظهم تحية شكر خاص لهم صراحة. إن شاء الله الله يحميهم ويطول أعمارهم إن شاء الله يا ربي، هالبلد يا ربي بوجودهم إن شاء الله يا ربي. قبل ما ننهي حلقتنا نسمع رسالة شكر لشخص بحياتنا. طبعا انا احب اشكر شخص ممكن ما يكون موجود، ولله الحمد يعني فلورنسا قامت بفضل الله وفضل ابوي. ابوي توفى الله يرحمه، بس هو كان سبب داعم اساسي ان نجاح فلورنسا، ويعني على كثر اني سعيده انه هو فعلا يعني اني انا وصلت ولله الحمد من مركز فلورنسا، على انه هو ما بيفتتح هذا الشيء، لانه ولله الحمد كل مشاريعي هو يكون فاتح المشروع. الله يرحمه والله يعني ما حد يكون صاحب فضل علي غير ابوي الله يرحمه يعني. الله يرحمه ان شاء الله يعني ان شاء الله دوام التوفيق لك ان شاء الله. والله يعني خليك الواحد ما بقدر يحكي الحمد لله. هلا بنشوف ان شاء الله كلنا ان شاء الله، واتمنى ان الصالون يعجبكم والمركز ينال اعجاب كل الزباين الموجودين ان شاء الله. أكيد ان شاء الله شكرا لك حياكم الله. تسلمي شكرا لك على اللقاء الطيب. الله يخليكم والله شكرا جزاك الله تشكرا حبيبتي. كل الشكر لسيدة الاعمال نعيمة الزعابي وعلى سوداكم الله، على امل اللقاء بكم مجددا.
Thank you.